متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي نقدمها لكم من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالمحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها خلال هذه النشرة، وهي زخات الأمطار على غرب المملكة، تحديدا منطقة المدينة المنورة. أيضا استمرار الأمطار الرعدية على جنوب غرب البلاد، وموجة حارة متوقعة أن تبدأ على التأثير على شمال وشرق السعودية اعتبارا من يوم الأحد. لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، التي توضح انتشار بعض الغيوم المتوسطة وعالية الارتفاع في عموم المنطقة الشرقية والوسطى والغربية من المملكة. عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية في منطقة شرق منطقة الرياض خلال ساعات الصباح المتأخر وأيضا خلال ساعات الظهيرة. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من الخميس وحتى يوم السبت. يلاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة خلال ساعات الظهيرة والعصر، تمتد تدريجيا شمالا باتجاه مرتفعات مكة المكرمة وأيضا مرتفعات المدينة المنورة بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر خلال عطلة نهاية الأسبوع. في موضوع آخر، نتحدث الآن عن الارتفاع الكبير على درجات الحرارة المتوقعة على الشرق على الشرق عفوا وشمال السعودية بداية الأسبوع القادم اعتبارا من يوم الأحد، حيث تتأثر تلك المناطق بموجة حارة شديدة متوقع أن تصل درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية في بعض المناطق الحدودية مع العراق وأيضا الحدودية مع الكويت، حيث تندفع كتلة هوائية شديدة الحرارة هي ما ستعمل على نشوء هذه الموجة الحارة. تفاصيل هذه الموجة نستعرض في خرائط درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة. لاحظوا يوم الخميس سيطرت لكتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة. درجات الحرارة أقل نوعا ما في المنطقة الشمالية والغربية، ويكون الطقس طبعا معتدل كالعادة في المرتفعات الجنوبية الغربية. لكن لاحظوا اعتبارا من يوم الأحد أو اعتبارا من يوم السبت ويوم الأحد، تشتد هذه الكتلة الهوائية الحارة على المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة، تعمل على ارتفاع كبير على درجات الحرارة. كما ذكرنا درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق من شمال المنطقة الشرقية خاصة القريبة من دولة الكويت. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي مع 32 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة طقس غالبا صافي مع 42 درجة مئوية، أما الصغرى 31، يوم السبت 42 ل 31، يوم الأحد حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي تؤثر على العاصمة الرياض، طقس غائم جزئي مع احتمال زخات من الأمطار، أما الصغرى 31 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا لا بأس أن نستعرض هذه التوصيات في مثل هذه الظروف الجوية الحارة، وهي عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في أغلب المناطق، الاكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، وأيضا الانتباه بعدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات، والانتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو في فترات قليلة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.